وعشان نعرف اكتر توجيهات السيد الرئيس في هذا الاطار رحبوا معايا بالفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس. مساء الخير يا سياده الفريق وكل سنه ومعاليك طيب. بخير يا فندم، اهلا وسهلا. كل سنه ومعاليك طيب وسنه سعيده على حضرتك وعلى مصر كلها ان شاء الله. امين يا رب العالمين ان شاء الله. اجتماع مهم وتوجيهات اعتقد حاسمه من السيد الرئيس فيما يتعلق باستكمال منظومه التطوير التي لا تتوقف لهيئه قناه السويس. حضرتك تقول لنا ابرز ملامح توجيهات السيد الرئيس النهارده. يمكن احنا لما كنا وعرضنا على سياده الرئيس في 2019 على تطوير هيئه قناه السويس اللي هي من خلال تطوير المجرى الملاحي والاسطول والتحول الرقمي، واحنا فعلا تطوير المجرى الملاحي احنا شغالين في ال 40 كيلو اللي هو في الجنوب من كيلو 122 لكيلو 162 ترقيم القناه. هنعمل فيهم توسيعه طبعا لجهه الشارع 40 متر وهنزود العمق من 66 قدم ل 72 قدم. أيه. وده هيحسن حركه الملاحه في الجزء ده بنسبه 28%، علاوه على ان نعمل فيه ازدواج 10 كيلو في بحيرات المره الصغرى، وده هينضم ال 10 كيلو دول لقناه السويس الجديده، وبالتالي تبقى بدل من 72 كيلو تبقى 82 كيلو. فهي عايز تطوير المجرى الملاحي شغال على قدم وساق يعني، ونخلص ان شاء الله السنه دي. التحول الرقمي انتهينا منه ان شاء الله الحمد لله سنه 21. وبقى عندنا تطوير الاسطول البحري. طول الاسطول البحري هيتكون من ثلاث حاجات: القاطرات والكراكات ولنشات الارشاد. لنشات الارشاد احنا بننتج عندنا في ترسانات الهيئه وشركات الهيئه، فمفيش فيها مشكله، لسه مخلصين 12 لانش وحدثينهم. كراكات كان لسه في كراكتين جداد اللي كانوا جايين، حسين طنطاوي ومهاب مميش، احدث كراكات في الشرق الاوسط واكبر كراكات موجوده. وبقى عندنا موضوع القاطرات، هي ان احنا قطارات كنا في 2020 كان سياده الرئيس دشن اربع قطارات كنا صنعناهم في ترسانه بورسعيد 75 طن ودخلوا الخدمه، وكان صدق لنا بخمس قطارات كمان مع الصين شركه جوانزو بقوه شد 75 طن، زاد عليهم قطره كمان الهديه اللي كانت من شركه ايفر جرين عشان الحادثه بتاعت ايفر جرين. فيبقى عندنا ست قطارات بيتعملوا في الصين، ثلاثة بيتعملوا في الصين، وثلاثة يتعملوا في ترسانة بورسعيد لتوطين الصناعة برضه زي ما حضرتك قلت. الثلاثة بتوع الصين واحدة منهم جت خلاص الحمد لله يوم 12 الشهر اللي فات ديسمبر، والثانية تيجي الأسبوع الجاي، والثالثة تيجي في شهر فبراير. الثلاثة بتوع بورسعيد أول واحدة تبقى بعد 10 أشهر لأن لسه جايبين المهمات والمعدات بتاعتها مع القطرة اللي جت من الصين، ودي هتبقى شراكة طبعا ما بين الصين وترسانة بورسعيد، هيبقوا موجودين في التصنيع. والثانية تبقى بعديها بثلاث أشهر، وبعدين بثلاث أشهر يعني آخر السنة دي يبقى عندنا الست قطارات اللي هم قوه شد 75 طن. الحقيقه ان انا برضو قلت لسياده الرئيس ان العدد ده بالنسبه للقطارات مش كفايه عندنا، طبعا عدد السفن زي ما حضرتك عارف بيزيد وحجمها بيزيد، فكنت طالب كمان اربع قطارات قوه شد 85 طن، وده هيبقى بنظام شراكه مع شركه بارتنر سنه البحر الاحمر مصطفى الدكيشي، اللي كان استاذ مصطفى الدكيشي كان موجود النهارده رئيس الشركه اللي كان بيعرض بلانسات الصيد، وسيادته امر ان هو لو اربعه مش كفايه هات اكتر، هات 8 10 اي حاجه اللي قناه السويس تكون احدث حاجه واحسن حاجه، واحنا ده مجرى مش مجرى عالمي طبعا، وبالتالي حاجه تكون كافيه. انا كنت فعلا كنت بطلب الاعداد دي عشان ان احنا السفن ذات بتزيد يعني، احنا النهارده في الحمد لله 83 سفينه، يمكن نوفمبر اللي فات كان في 94 سفينه، فعدد السفن زاد فلازم الاطراد كمان تزيد. علاوه على ان احنا برضه صدقنا مسيرته النهارده على قطرتين قوه شد 180 200 طن، دول قطرات انقاذ بقى مش قطرات مصاحبه للسفن في البتاع، عشان برضه درس مستفاد من حادثه بتاعت ايفر جيفن ان لازم عندنا قطرات قوه شد. احنا عندنا اثنين اوريدي 160 طن، لكن المفروض يزيدوا كمان اثنين، مسيرته صدق برضه باثنين 180 طن 280 طن. احنا بنتكلم دلوقتي النهارده ان في 12 قطره هيخشوا جداد الخدمه خلال السنتين القادمين ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اخبار مفرحه وكلام دايما مطمئن عن شرياننا اللي دايما بنفخر وبنعتز بيه. بشكرك شكرا جزيلا سياده الفريق، وكل سنه وحضرتك طيب والزملاء كلهم في الهيئه طيبين ودايما عاملين شغلهم وزياده. حضرتك بخير يا فندم. شكرا جزيلا سياده الفريق. شكرا جزيلا الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس.